شريان طاقة يقلب موازين القوى، يزعج بكين ويمنح الهيمنة للأوروبيين. سلاح أوروبي قوي في معركة المعادن الحرجة، ونافذة أمان في ساحة المنافسة على الطاقة الخضراء، ورقة رابحة ضد بوتين، وبوابة استقلال طاقوي لأوروبا. منجم الليثيوم الصربي العملاق سلاح اقتصادي في يد الغرب، وتحد جديد لهيمنة الشرق قد يكون جرس الإنذار الحاسم لمعركة الهيمنة العالمية بين القوى الكبرى. لنتابع قصته معا. نتحدث اليوم عن منجم جادار في صربيا، أكبر مناجم الليثيوم في العالم، والذي يملك تأثيرات كبيرة على أوروبا وعلى المشهد الجيوسياسي العالمي. اكتشفته شركة ريو تينتو عام 2004، ويحتوي على كميات كافية من الليثيوم لتلبية 90% من احتياجات أوروبا، حيث من المتوقع أن ينتج حوالي 58 ألف طن سنوياً من كربونات الليثيوم عالية الجودة، وهو ما يكفي لتصنيع بطاريات لأكثر من 1,000,000 سيارة كهربائية سنوياً، مما يجعله محورياً في انتقال أوروبا نحو الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. يعتبر جادار خطوة أساسية نحو تقليل اعتماد أوروبا على الصين، التي تهيمن حالياً على إنتاج الليثيوم وتنقية المعادن المستخدمة في البطاريات. وتطوير هذا المنجم سيمنح أوروبا ميزة في الصناعات المتقدمة مثل صناعة السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. وقد أشار المستشار الألماني أولاف شولتز إلى أهمية المنجم للحفاظ على تنافسية أوروبا في مواجهة التغيرات الجذرية في سلاسل التوريد العالمية، كما أن وجود مصدر محلي للليثيوم سيعزز القدرة الأوروبية على المنافسة مع الصين والولايات المتحدة. لكنه رغم ذلك لاقى اعتراضات كثيرة من قبل البيئيين والسكان المحليين، واحتجاجات واسعة من المجتمعات المحلية والمنظمات البيئية بسبب مخاوف تتعلق بتلويث المياه وتدمير التنوع البيولوجي، حيث أشارت الدراسات إلى خطر ارتفاع مستويات البورون والزرنيخ في الموارد المائية المحيطة بالمنجم، ما أدى إلى إلغاء ترخيص المشروع مؤقتا عام 2022 قبل أن يتم إحيائه من جديد بشروط جديدة. وللمنجم الصربي أهمية كبيرة للاقتصاد الغربي، إذ يعزز استقلالية أوروبا في قطاع الطاقة، إذ يعتمد الاقتصاد الغربي بشكل كبير على الليثيوم كعنصر أساسي في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة تخزين الطاقة المتجددة. وتطوير منجم جادار يمكن أن يخفض الاعتماد على الصين التي تهيمن على سلاسل التوريد، مما يمنح أوروبا قدرة أكبر على بناء اقتصاد أخضر مستقل وداعم للتحول الطاقي، ويحفز الصناعات الاستراتيجية، كما يوفر مصدرا محليا لتغذية الصناعات الأوروبية الناشئة مثل السيارات الكهربائية ومحطات الطاقة المتجددة. أيضا ستستفيد الشركات الغربية خاصة في ألمانيا وفرنسا من الإمدادات المحلية لتقليل التكاليف وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق العالمي، وسينعكس على الشراكات الجيوسياسية الأوروبية، حيث أن أوروبا يمكنها استخدام هذا المشروع لتعزيز روابطها مع صربيا ودول البلقان، مما يساعد في تقليل تأثير روسيا والصين في المنطقة. محليا يمتلك منجم الليثيوم الاقتصاد الصربي، إذ يعد دفعة قوية للناتج المحلي الإجمالي، ما سيضيف مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الصربي، وبالتالي سيكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي. كذلك سيخلق المنجم مئات الوظائف المباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة في مجالات التعدين والتصنيع والخدمات ذات الصلة، إضافة إلى تحويل صربيا إلى لاعب عالمي في قطاع الليثيوم، حيث ستصبح أحد المزودين الأساسيين للليثيوم عالميا، مما يعزز مكانتها في السوق الدولي للمعادن الحيوية. ولأن تنويع الاقتصاد الصربي يعد ضرورة للصربيين، فإن المنجم حاجة ملحة لهم، إذ أن الاقتصاد الصربي يعتمد على الزراعة والصناعات التقليدية. منجم الليثيوم يمكن أن يحدث تحولاً جذرياً بتنويع الاقتصاد ليشمل التعدين المتقدم والصناعات المرتبطة بالطاقة. الذهب الأبيض. الليثيوم هو معدن استراتيجي يعرف باسم الذهب الأبيض، لدوره الأساسي في صناعة البطاريات القابلة للشحن والمستخدمة في الهواتف الذكية. تتزايد أهميته عالمياً مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة،
حيث يعد عنصرا محوريا في تخزين الطاقة المتجددة. أبرز الدول المنتجة للليثيوم هي أستراليا التي تعد الأولى عالميا في إنتاج الخام، تاليها تشيلي التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم، ثم الأرجنتين وبوليفيا أيضا، اللتان تعدان من اللاعبين الرئيسيين ضمن ما يعرف بمثلث الليثيوم. أما الصين فتهيمن على عمليات التكرير وصناعة البطاريات، مما يمنحها قوة كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، بينما تحاول دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا تطوير مصادر بديلة مثل منجم جدار في صربيا لتقليل اعتمادها على الصين. الليثيوم يعتبر عنصراً أساسياً في العديد من الصناعات الحديثة، خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة المتجددة. أما أهم الصناعات التي ترتبط بالليثيوم وتعتمد عليه فهي صناعة بطاريات الليثيوم آيون، التي تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والكاميرات الرقمية. لكن المجال الأهم له هو صناعة السيارات الكهربائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على الليثيوم، حيث تمثل بطارياتها نسبة كبيرة من استخدامه. أيضا تستخدم هذه البطاريات في تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها محورا للتحول إلى الطاقة النظيفة. أيضا يضاف الليثيوم إلى الزجاج والسيراميك لتحسين خصائصهما الحرارية والميكانيكية، مما يجعلهما أكثر مقاومة للتغيرات الحرارية وأقل عرضة للكسر. يستخدم الليثيوم كذلك في الطب النفسي لعلاج الاضطرابات النفسية مثل اضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، يعمل على استقرار المزاج وتقليل نوبات الهوس والاكتئاب. كما تدخل سبائك الليثيوم مع الألمنيوم في صناعة الطائرات والصواريخ نظرا لخفتها وقوتها، وليس الطائرات فقط، بل تستخدم البطاريات المشتقة من الليثيوم في المركبات الفضائية بسبب كثافتها العالية للطاقة وعمرها الطويل. يدخل الليثيوم كذلك في إنتاج الشحوم الصناعية التي تتحمل درجات الحرارة العالية، مما يجعلها مثالية للاستخدام في المحركات والآلات الثقيلة. ولا ننسى الصناعات الكهرومائية مثل إنتاج البطاريات القلوية. وأخيراً يستخدم الليثيوم لاستخراج الحرارة من مصادر الطاقة الحرارية الجوفية، وهي مصدر للطاقة النظيفة والمستدامة. يمثل منجم الليثيوم الصربي نقطة تحول حيوية لكل من الاقتصاد الغربي والصربي، كما يعد منجم جدار فرصة اقتصادية وجيوسياسية كبيرة لأوروبا، حيث يمكنه تعزيز استقلالها الصناعي ودعم تحولها نحو الطاقة المتجددة. مع ذلك يبقى نجاح المشروع مرهونا بقدرته على تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والاستدامة البيئية ومراعاة مصالح المجتمعات المحلية. فهذا المنجم ببساطة يسلط الضوء على الصراع الأوسع حول المعادن الحيوية، حيث يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي. إذن هو ليس مشروعا اقتصاديا، بل ساحة جديدة للصراع بين القوى الكبرى وأداة حيوية لتعزيز استقلال أوروبا.